بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الليلة الأولى من شهر ذي القعدة، وهو شهر من الأشهر الحرم وشهر من أشهر الحج، وفي اليوم الأول مناسبات كثيرة إن شاء الله تعالى. يوم غد نذكر في الخطبة شيئا من سيرة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم. أما الذي علينا هذه الليلة، فعلينا أن نعرف أن هذه الليلة بداية شهر من الأشهر الحرم، والشهر الحرام شهر تتضاعف فيه الحسنات، وعلى الإنسان أن يراعي الحرمات. والقرآن الكريم ذكر الأشهر الحرم، منها أربعة حرم، ركز على هذه الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر: شهر مفرد، شهر رجب، وثلاثة أشهر متتالية: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم. ويشترك هذا الشهر بكل أيامه ولياليه مع شهر من أشهر الحج، يعني هم شهر من الأشهر الحرم وشهر من أشهر الحج. عندي مقترح، ولعل الكثير اقترح هذا المقترح. في عندنا احنا مسيرة أربعينية، سلوك أربعيني. تقرأ مثلا بعض الكتب، كتاب من كتب الشيخ الصدوق كتاب الخصال، مخلي في كل باب عدة من الأحاديث، باب الواحد، باب الاثنين، باب الأربعين، مخلي في أحاديث روايات كثيرة. اللي قدر يعني يسجله من أحاديث وعثر عليه الشيخ الصدوق على الله مقامه ذكره في كتابه هذا. من جملة الأخبار اللي ذكرها، ذكر هذا الحديث المشهور النبوي يذكره الشيعة ويذكره السنة، قوله صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشره الله يوم القيامة عالما فقيها. طبعا في ألفاظ شوي تختلف، أكثر من حديث، بس هذا المؤدى. وكثير منهم كتب في 40، وايد كاتبين، شيعة كاتبين، سنة كاتبين 40 حديثا، ويختارون شنو الأحاديث 40. وعندنا ترى هم رواية أن النبي قال لعلي عليه السلام في هذه 40 حديثا، وسأله أمير المؤمنين: وما 40 حديثا؟ أجابه النبي صلى الله عليه وآله، وذاكرهم الشيخ الصدوق في كتابه الخصال. من جملة الأخبار اللي ذاكرها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، هذا الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: من قدم 40 رجلا من إخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه. يقدم 40 واحد من إخوانه المؤمنين، إخوان الحين مؤمنين في النسب في الإيمان، ويدعو لهم ثم يدعو لنفسه، يقول الله يستجيب لهم ويستجيب له. من الأخبار أيضا هم الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين. أكو بعض المؤمنين يوصون بوصايا، من هالوصايا أن ضروري يحضر 40 من المؤمنين على جنازتي، يصلون علي، بعضهم يسميهم يقول أبي هذيل يحضرون، هذيل أنا أعرفهم وأعرف إيمانهم تقواهم. ليش؟ متفاعل متأثر ببعض الروايات، منها الروايات هالرواية هذه المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. ها صلاة الميت اللي تصلونها تقرون فيها دعاء هذا. يقول: قال الله تبارك وتعالى: إني قد أجزت شهادتكم. اللي قلت لا نعلم منه إلا خيرا، إني قد أجزت شهادتكم، قبلت هذه الشهادة، غفرت له ما علمت مما لا تعلمون. الأشياء اللي عرفها الذنوب راح أغفرها،
أنتم ما تعرفونه، أنتم الظاهر تعرفون أن هذا خوش واحد وزين وطيب وكذا. القرآن الكريم تكلم عن 40 ليلة، وأتى جمع من المفسرين وقالوا المقصود به 40 ليلة أول ليلة من ذي القعدة إلى آخر العشرة الأولى من ذي الحجة، جمعها هال40 ليلة، يعني شهر ذي القعدة بالإضافة إلى أول 10 ليالي من ذي الحجة. هذه الآية اللي تمر عليها: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقولون هذا المقصود فيها، 30 ليلة من شهر ذي القعدة وأول 10 ليالي من ذي الحجة اللي الله أقسم بها، والفجر وليال عشر، لأهميتها لمكانتها عند الله عز وجل. فإذا بقينا نسوي هالشيء حلو، 40 اللي يسلك سلوك 40 هذا السلوك مؤثر زين طيب يفيد نافع حيل نافع. صلاة الليل 40 ليلة، الحين حتى النساء اللي يمرون مثلا بعذر ما صار صلاة يحيونها مثلا باستغفار بأدعية بمناجات بأذكار، هذه 40 ليلة متواصلة لها أثر. الإنسان عنده قدرة يسوي أمور كثيرة، شوف اليوم وايد ما شاء الله ناس عندهم برامج يمشون على برامج ويخلون برنامج رياضي يروح له بالليل أو الصبح مثلا، برنامج غذائي يلتزم فيه، برنامج للسفر مثلا يقول أنا شهرين برنامج اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث يقدر ينتظم. خلي يجرب 40 ليلة خالصة لله عز وجل، يشحنها بصلاة وأدعية وأذكار واستغفار، يلتزم هذا فيها. حتى بالمأثورات، تعقيب صلاة المغرب، تعقيب صلاة العشاء، بعض الأمور المستحبة مثلا قبل النوم، صلاة الليل يصليها الصبح مثلا بعد صلاة الصبح، مروي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 40 ليلة و40 صبح كلهم من أول ليلة ذي القعدة إلى آخر ليلة فيها 40 اللي هي 10 من شهر ذي الحجة، ليلة العيد، يوم العيد يوم 10 ذي الحجة، 40 ليلة و40 صباح التزام، أكيد الله عز وجل يختاره، راح يغير سلوكه إلى سلوك أحسن، يحس بنورانية روحانية شفافية، يحس أنه في عالم الملكوت، لأن بالفعل هذا اصطبغ بصبغة الروحانية مع الله عز وجل، أذكار التزام إيمان تقوى، دعاء مثلا العهد، وهذا مروي عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ هذا الدعاء العهد 40 صباحا، مفاد الخبر، كتبه الله من أنصار قائمنا عليه السلام، وإذا مات أحياه الله أخرجه من قبره. وهذا أصلا بالدعاء يقرأ الواحد: إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري. الله يكتب له الرجعة الرجوع مع الإمام سلام الله عليه، لأنه كان يتمنى في دنياه. ف40 ليلة ملتزم فيها بداية من أول هالليلة ليلة ذي القعدة، و40 صباح ما شاء الله شنو من السلوك بعد راح يوصل إليه الواحد. وأكو تجارب يعني ناس جربوها: وال40 مدة الأطوار لخلقة الإنسان ذي الأسرار. الواحد لا يستكثر دعوة وشنو بصير وكذا، تجرب وايد من الناس جربوا، هذه روايات وأحاديث وسمعت أنت بعد. اللي يروح حرم الإمام علي بن موسى سلام الله عليه، كثير منهم يحبون يروحون مسجد جوهر شاد اللي هناك، صحن جوهر شاد معروف، وايد يحبون هناك مثل لما يروحون زيارة الإمام رضا، صلاتهم قراءتهم القرآن أدعيتهم يحبون ذاك المكان، أكو عناية. ذكروا هناك أن هذه جوهر شاد كانت أميرة وأمرت ببناء المسجد هذا الموجود اللي لما تروح حرم الإمام علي بن موسى مسجد جوهر شاد، يقول أمرت هي ببناء هذا المسجد. وأكو قصة لطيفة هم يذكرونها، واحد من العمال البنائين بناي
حب هذه الأميرة، قال ودي والله أتزوجها. قصة يذكرونها، أمه قالت له الحين من صدقك أنت يعني أمير؟ قال قولي لها. كانت متواضعة، يحكى عن تواضعها ومنفتحة على نساء البلد ذاك اليوم. راحت أم هذا العامل البناي اللي قاعد يشتغل مع جملة البنايين في مسجد هذه الأميرة جوهرشاد، وكلمتها مستحية منك بس ودي أقول لك، يقولي خير تفضلي أنت بمثابة الوالدة لك مكانتك وكذا. قالت ولدي خاطبك ويبيك، وأنا قلت له مستحيل. قالت لا لا مستحيل ولا شيء، عندي شرط واحد. هذه يذكرون في سيرة هذه الأميرة، قالت بس خلي يلتزم من الليلة بصلاة الليل لمدة 40 ليلة، إن شاء الله بعد ذلك تتقدمين إن شاء الله، وهو يتقدم وأنا أقنع أبوي، أبوي فاهم ويعرفني وأنا أقدر أقنعه وكذا، ما فيها شيء. الطيبات للطيبين، حتى لو مثلا تفاوت أنا من أسرة أمراء وكذا، وهو أسرة متواضعة كادحة عاملة فليكن. وبالفعل هذا التزم لمدة 40 ليلة بصلاة الليل، بالأخير نسى أصلا الأمر كله. يعني الله عز وجل ملك قلب هذا الشاب. شوف الشاب الحين، الشاب خاصة لما يتوجه، مش كثر بالروايات أحب الخلق إلى الله وشيء من هالقبل، وإن الله يحب الشاب التائب. تقرأ في دعاء من أدعية الإمام المهدي، وتفضل على شبابنا بالإنابة والتوبة. الشاب التائب له وقع، له أثر. صار يوم 40، الأم تذكر الولد الموعد اليوم. أي موعد يمه؟ موعد الخطبة، خطبة الأميرة. أي أميرة؟ الأميرة نفسها جوهرشاد اللي قالت لك صلى، قالت قال رحم الله والدها، هذه بس بغت تشيل من قلبي حب الدنيا وحب الشهوات، وتخلي في قلبي المحبوب اللي لازم يسكن فيه، وهو الله عز وجل. القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. هذا القلب اللي لازم تشغله بمحبوب. وأي حبيب كرب السماوات والأراضين، كرب العالمين. يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا عماد من لا عماد له، يا ذخر من لا ذخر له، يا سند من لا سند له. فالواحد يبدأ من هذه الليلة برنامج، مثل ما حاط له برنامج رياضي، برنامج غذائي، برنامج دواوين، برنامج للصيف، هذا البرنامج جربه وإن شاء الله تعالى يوفق. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله، وأسأله من الذين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، عجل الله لك الفرج سيدي وحفظك، وجعلنا من المرضين عندك، ومساك بالخير والسرور والعافية. ونسألك الدعاء لنا وللذرية وللوالدين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.